لو الحكاية فيها إن فيتو. اسمك ايه؟ اسمي محمد. محمد ايه؟ محمد مصطفى. محمد مصطفى، عندك كام سنة؟ 12 سنة. على 12 سنة. 12 سنة، أنت شغال في الشغلانة الميكانيكا دي بقالك قد إيه؟ أربع سنين. وأنت بتدرس؟ بتدرس، وفي سنة كام دلوقتي؟ ست. في ست. طب أنت بتعرف أنت إزاي بتنظم وقتك ما بين الدراسة وما بين الشغل؟ يعني انت بتشتغل في فترة ايه؟ اجازة في الصيف بس، بتنزل الشغل في الصيف. بعد ما المدرسة تخلص بنزل. بتنزل، لكن في الدراسة بتبقى بتذاكر. تمام. طب وانت دلوقتي لما مثلا حد من اصحابك بيقول لك تعالى نلعب وانت دلوقتي في الشغل، بتروح تلعب معاه؟ لا، ما بتروحش. بتفضل انك تشتغل. ليه؟ ليه؟ عشان ما ينفعش. يعني انت بتحب الشغل؟ اه. طب انت شغال بمزاجك ولا في حد جبرك ان انت تشتغل؟ مزاجي، هو لسه اللي اشتغل. انت حابب انك تشتغل ولا لا؟ حابب انا اشتغل. يعني شغال بمزاجك ولا مش بمزاجي؟ انت نفسك بقى باخد قبض يوم السبت 50 في الأسبوع؟ وبتعمل بيها ايه بقى؟ عشان اقصر. بتحوش؟ هدفك ايه من التحويش مثلا؟ يعني اجيب لك كتب للمدرسة، كراريس، اي حاجة بتبقى نفسك فيها بالجد. يعني طيب انت ليك صحاب في سنك؟ في المدرسة. في المدرسة. وفي الشغل؟ ومولود بس وزياد. طب انت بتحس ان انت في متعة وانت شغال؟